استغفرك يا رب يا رب اغفر لنا وارحم يا رب اغفر لنا وارحم يا رب اغفر لنا وارحم استغفرك يا رب واتوب اليك استغفرك يا رب واتوب اليك. نعم يا حبيبي انا جاي اقولك اني من الاخر كده فكرت وشغلت دماغي وحسبتها جبتها يمين ونطرتها شمال لحد ما عرفت بمخي ده مين اللي عمل العملة السودة دي. مين بقى يا فلحة؟ اخوات انهار. هم اخوات انهار مفيش غيرهم. ايوه دي عيال سودة ونبها ازرق وكل اللي يهمهم في الدنيا دي يأذوا الحاج فواز او النعمة الشريفة وانا عارفاهم. والعلم انا متأكدة ان انهار راحت هناك مخصوص لما عرفت القصة دي ومش بعيد تكون شريكة معاه. والله تصدق بقى فكرة هي ممكن تبقى شريكة معهم يا حاج لان لعلمك بقى النفس وحشة وحشة وامارة بالسوء احيانا. لو هتفتكر يا حاج ان انا جاي اقلبك عليها لا سمح الله ولا خونها ولا حاجة لا اله الا الله دي حبيبتي. بس انا كل الموضوع اني عايزة انورك انور لك طريقك يا حاج عايزة اشاور لك على اللي بيحب ويتمنى لك الرضا ترضى يا عيوني. سميحة عيون سميحة من جوه أؤمرني يا قلبي. قدامك حل من ثلاثة يا ولع فيكي بجاز زي المخازن يا ارمي عليك يمين الطلاق واخلص منك ومن سوسك اللي عمالي نخور بيني وبين بنت عمي واخواتها يا تقومي تلمي هدومك وهلاهيلك دلوقتي وتطلعي تكبسي على بيت ابوكي يا حاج انا كده اتقالي وبكده ابقى انا خلصت ذمتي قدام ربنا. يا لهوي طيب يا ساتر الباب. انت ايه نايم على ودانك ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ وايه الشنطة دي؟ والنبي انت عليك اسئلة يعني واحدة جاية في نصاص الليالي ومعاها شنطة هدومها تفتكر ايه؟ مسافرة؟ طالعة رحلة؟ اكيد مطرود قصدي غضبانة. نعم غضبانة؟ مين يا شوشو؟ شوشو قول كده يا خال ده انت كنت متدفي بقى. وايه اللي غضبك بقى ان شاء الله؟ كلمة حق قلتها كلمة حق قام قال لي يلا اتفضلي روحي اكبسي على نفس ابوكي. ما هي الليلة باينة من اولها. ابن الحرام اديهالي باليمين واخدها بالشمال. هي ايه دي؟ مالكيش دعوة انت. اخس عليك يابا متشكرين قوي متشكرين قوي. يعني عليك يا سميحة مالكيش بخت حتى في اقرب الناس ليكي. انا لو امي كانت عايشة كان زماني دلوقتي اترميت في حضنها وعيطت. عايزة اعيط يا ناس نفسي اعيط مش عارفة اعيط. ما انت قاعدة تزني بقالك ساعة اهو. اجيب لك حاجة ساقعة يا سميحة. متشكرين يا عمتي خشي يا اختي لا تستهوي خشي ده ابويا عايزة افك معاه بكلمتين الراجل ده ابويا. من عينيا يا حبيبتي لو عايزة الفهولك كمان ما يغلاش عليكي. شش عيب كده خشي جوه. لا شديد شديد يا عمنا ما انت قعدت هو بس وتهيس وما انتش دريان بالدنيا اللي خربانه بره. دنيا ايه اللي خربانه؟ فواز حرقوا له المخزن وكسروا له المحلات. هما مين دول؟ ما هي دي المصيبه يا حاج اتسحبت من لساني وقلت انوره واشاور له على اللي بيكرهوه ما خلصتش يا حاج رماني رميه الكلبه. بقول لك ايه انت لازم تاخد لي حقي وترجع لي كرامتي اللي اتهانت والا ورحمه امي لا اولع في نفسي واريحك مني. يا ريت. بتقول ايه؟ عيطي يا روح امك عيطي. غبتك السود يا سميحة يا حظك الفقري. شوشو يلا بقى يا شوشو. ما تتحدي يا بنت شوية الراجل مش قدك. شوشو شوشو يا ابو سميحة. ستي ستي كنت فين كل ده؟ ايه اللي كنت فين كل ده؟ كنت عند امي ما انت عارفة ايه اللي حصل. مش الست سميحة خدت هدومها وحطتها في الشنطة وراحت على بيت اهلها وقالت يا فكيك فكيك؟ انت يا ولاد شرب حاجه؟ لا والنعم هو ده اللي حصل نزلت معيطه شويه وبعد كده خدت شنطتها وراحت على بيت اهلها. طب والحاج كان فين؟ الحاج بعد كده بشويه نزل وهو خد فوش وخرج. خدت عيالها؟ سابتهم. يبقى راجعه. لا المره دي عكت الدنيا على الاخر. عكت الدنيا ازاي يا وليه؟ ما تنطقي يا وليه انا حاطط حيل عليكي ما تقولي في ايه؟ ما انا
سمعت طراطيش كلام وانت عارفه سامع على قدي. بنت زينب انطقي وقولي ايه اللي حصل. حرام يا ستي، احنا في رمضان. حرام رمضان ماشي. كانت بتوزي الحاج على اخواتك وبتقول هم اللي حرقوا المخزن والحاج ما سكت لهاش. انهار، عرفتي يا اختي اللي حصل؟ هو انا هخبي حاجه على ستي؟ انا قلت لها كل حاجه. طب وبعدين يا انهار هنعمل ايه؟ اللي احنا هنعمل ايه؟ احنا مالنا يا اختي؟ كل واحد اضرب حاله. بحاله ازاي يا اختي؟ احنا لازم نكلم الحاج عشان يرجعها. نكلمه عشان يرجعها ويطردنا احنا الجوز بره. لا يا اختي لا، دي صعبانه عليا قوي. ما تصعبش عليكي يا اختي، وبعدين ما تخافيش، دي عامله زي قرش براني، ترميه بره تلاقيه بيرد في وشك تاني. حرام عليكي يا انهار، دي كانت بتعيط يا اختي وهي ماشيه وكانها زعلانه قوي، اكنها يا اختي مطروده. يا اختي صعبانه عليكي قوي، ما تروحي تقعدي جنبها. ولا اقول لك على حاجه احسن، لما يجي الحاج انزلي حبي على ايده عشان يرجعها، بس لما يقلب عليكي تاني ما ترجعيش تعيطي لي وتقولي اصل هو هيطلقني. اوعي مش هتاكل القرف انت كمان، قرفتوني بيت مجنون كلكم. ايه يا ستي مالها؟ قرشة ملحتك كده ليه؟ قرشة ملحتي؟ امشي من وشي يا زينب، امشي من وشي. ده انتوا عيلة تشيل، انا الحق عليا خايفة عليكوا. استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يهديكوا يا رب. انا دايما يا اختي الحيطة المايلة اللي فيكوا. ليه كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. مش وش عليا، مش كده يا راجل بحنية. لا لا مش كده، شوف ميتين اهدي نفسك بقى يا راجل. بعدين معايا انت ما بتتهدش. وحياة امك لا خليها ليلة صدفة في دماغك. رمضان كريم يا اخوانا، نلم نفسنا بقى عشان ما نتفضحش قدام الناس. جرى ايه يا سميح؟ مالك يا اختي واكله في نفسك ليه؟ هو حد داسلك على طرف؟ هو جو سيمو الصيف اللي جوه ده مش هيخلص ولا ايه؟ جرايا حد ايه؟ اصل ما تزقيش الباب كده لا ياخد لطشة هوا، اصل الاوضه مولعه على الاخر وهو سخن قوي. ده انا اللي هولع فيكي لو ما تلمتيش يا نعمه. جرايا بت مش عارفه تمسكي نفسك الكام يوم اللي انا قاعداهم عندك ولا ايه؟ ده احنا حتى في رمضان والمسحرات بيلف. لسه بدري قوي يا حبيبتي على الفجر، ثم ده حلالي بلالي، نصيبي اللي ربنا كاتبه لي. اقول له انا بقى لا؟ الهي حل وسطك يا بعيده. بقول لك ايه يا سميح، لو الصوت تعبك يا حبيبتي حطي على ودنك مخده، ولو اتحريتي خشي خدي دش ساقع عشان تهدي، ربنا ما يكتبه علينا. مستعون الستات يا اخويا دول مجانين، مستعون الستات يا اخويا دول مجانين، مستعطر بالستات يا اخويا دول مجانين، الستات يا اخويا دول مجانين، ما هي عليك يا اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه يا حاج. امال فين الناس؟ الست انهار اتعصبت على الست هدى وكل واحده راحت اوضتها، والست سميحه انت عارف. طب يلا روحي كملي نوم عشان تقومي تصلي معانا الفجر كده، ربنا يتوب عليكي. حضر لك السحور. لا ماليش نفس، روحي انت يلا. امرك يا حاج. الامر لله. نروح عند مين بقى الليله دي؟ نروح عند مين؟ عادي بادي كرنب زبادي شالوا حطوا كله عادي. يا حاج يا حاج اصحى يا حاج اصحى يا حاج يلا. الساعة كام يا هدى؟ الساعة 10:30 ان شاء الله. يا هدى بتصحيني دلوقتي ليه؟ انا قايل لك على صلاة الظهر، مش كفايه منيماني بعد الفجر؟ يقطعني يا حاجه غصب عني والله، بس في ناس مستنيينك تحت. ناس؟ ناس مين؟ السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا 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 بيك. لا مؤاخذة يا حاج، صحيناك بدري، أصل سميحة ما نامتش طول الليل عشان مزعلاك، ولما هي حكيت لي أنبتها وحلفتها 100 يمين ما تعمل كده تاني. ما هو أنت لو كنت علمتها يعني إيه عيلة؟ وات. ويعني إيه دم وصلة رحم؟ ما كانتش هلفطت بالكلام اللي قالته ده. حقك عليا. أبوس إيدك المرة دي. خدها على ضمانتي. هي الليلة اتضربت ولا إيه؟ شش. أنت هتسيح ولا إيه؟ شكلها كده اتضربت. أنا أصلاً بعتها لك عشان كده. أيوة يا سيدي. ما هي قامت بالواجب. اعتقني بقى لوجه الله. ونعم بالله. لا إله إلا الله. عشان خاطرك أنت المرة دي. أقول لك إيه؟ ما تكمل جميلك عليا وتجيب واحدة تانية. واحدة تانية؟ أنت عايزني أتجوز واحدة تانية على بنتك ولا إيه؟ يا نهار أسود، ورنايل ب60 نيلة؟ كراية بابي، هي أنت بتقول إيه؟ ما بقولش حاجة، اسكتي. الفضايح اللي أنت بتعملها دي؟ أمال إيه واحدة تانية دي؟ واحدة فوسفور من اللي بتنور. آه. هي إيه اللي بتنور بقى؟ بقول لك إيه؟ ما تطلعي لعيالك، أنت واقفة مع الرجالة ليه؟ اطلع يا حاج. اطلعي يلا. اطلعي يا مهدبة. اطلعي يا اخلاق. اطلعي يا متربية. يلا. لا حول ولا قوة الا بالله. فواز يا ابني، انا شطبت. البت عملت كل حاجة وانا مفيش. ولما ها بدأت مراتك طبت علينا زي القضى المستعجل، كل شيء راح. كله؟ كله. لا حول ولا قوة إلا بالله. خالص؟ خالص. يبقى أنت مالكش غير حل واحد. الحقني بيها، أنا في عرضك. عيني الكتكوت. تاخد حباية. لا مش ده. أيوه. تاخد حباية ترفع وتدعي لي. امال التاني ده ايه؟ وانت مالك انت ومال التاني؟ ما تخليك في اللي معاك. الهي ما يوقعك في دقيقه ولا يقصر رقبتك ابدا يا قادر. يا لهوي، ايه هقول يا ناس الولية؟ هتموتني؟ هتعمليهم عليا يا حربايه؟ طب ورحمه امي تعلم على جدتك بشبشبي؟ عارفه؟ هنزلوا عليكي نسايل نسايل. يخرب بيت ابوك الولية كمان. يا لهوي يا اختي صبح. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. في ايه يا اخوات؟ ايه اللي بيحصل ده؟ أنا يا رمة تجيبي سيرة إخواتي على لسانك؟ عايزة تقلبي الراجل عليهم؟ عايزة تولعيلي في البيت وتكوشي على كله؟ أختي عليك يا أنهار، أنا برضه أخش ذلك يا أختي؟ لا يا أختي ما تعمليش كده. إيه يا أنهار؟ ليه كده يا أختي؟ يا أختي وقعي من وشي أنت كمان؟ أيوة يا جنانة رسمي، يخرب دمك. أقول لك على حاجة؟ إيه؟ وحياة أمك لا أكون مبلغة عنك العسكري عشان يجي يا أختي ياخدك على السجن ويحط في إيديك الكلام. مش كده؟ العسكري ده علشانك يا رمة، يا خربت البيوت العمرانة. يا لهوي يا ناس، مش كده مش كده. الحاج لو جه والمصحف لا يرمي علينا اليمين. يا اختي يا رب يعملها، يا رب يا اختي، عشان تتبطل متشعللة دي على طول. يا اختي اسم الله يا حنينة، اسم الله عليكي. ده انت لو تطولي يا اختي تولعي فينا كده نوبة واحدة كلنا، كنت عملتيها يا انهار عافاكي كويس. انا يا حقنة، انا يا بوتاجاز مشعل اللي هيولع في البيت وياكله زي العتة. يا جزمة يا رنة. انا عتة؟ انا عتة يا اختي اللي ما تسويش في سوق الحريم ريحتي جتة. يا لهوي يا اخوانا، حرام عليكم، هتودونا في داهيه. ايوه يا اختي في حصني بان اصلي يا واطيه يا رنه. معلش يا نهار، معلش يا اختي، بسامح كريم انت العقله. لا انا بقى مش عقله ومجنونه، وهطلع جنني على جدتها. جني لما يلخبطك يا بيئه يا تلقيحه. لا وواطيه، واطيه قوي وهتشوفي. استنى على بالك، عارفه نفسك يا اختي؟ شفتي طولة لسانها؟ لا لسه، وايديا ورجليا يا جزمه. لا ما ينفعش كده يا ست انهار، ده حتى الست سميحه بتحبك قوي. قولي لها يا زينب، شايفه يا اختي معدتك في القلب. شايفه الوليه الكذابه المنافقه. يا لهوي يا لهوي، الحاج يا اختي الحاج. اسكت اسكت، مش عايزه اسمع ولا كلمه. الو. ايوه يا حاج. ايوه يا اخويا، الحمد لله احنا كويسين. انهار؟ انهار يا اخويا موجوده اهي، كويسه وزي الفل، وسميحه كمان اهي. ما بيردوش على التليفون يا حاج. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، انا تليفوني فوق فوق.
معلش يا اخويا، اصل احنا كنا لسه ختمين القران حالا وكنا عاملين الموبايل صامت. يا اخويا تيجي بالسلامه، تيجي بالسلامه يا حاج، مع الف سلامه، مع الف سلامه.